مساء الخير، انا الدكتوره نيرين عكاشه، استاذ امراض القلب والاوعيه الدمويه في جامعه عين شمس. انا احب النهارده ان احنا نعمل حمله للتوعيه للاطباء اللي هم الممارسين العام في مستشفياتنا المختلفه عن امراض القلب وعن جلطات القلب بصفه خاصه. اول حاجه احب انوه ليها ان احنا كممارس عام ان انت لازم تبقى عارف ان المريض بتاعك ده لما يجي لك بوجع في صدره، بليز لازم اول حاجه تعملها هتعمل له رسم قلب. رسم القلب ده ممكن ان هو يوري لك اذا كان العيان ده يعاني من جلطه في الوقت اللي هو جه لحضرتك فيه، او ان هو ممكن يبقى اي سبب اخر. طبعا احنا عاده في التشخيص بتاعنا لازم ان احنا بنفترض في العرض ده الحاجة الأخطر اللي هي هتؤدي إلى خطورة على حياة العيان، وبعد كده نبدأ بحاجة تانية أقل منها. يعني الأول to exclude إن دي حاجة جاية من القلب، وبعد كده يطلع بقى الوجع اللي في صدره ده يطلع له أي سبب آخر نحن نقدر نبص عليه. حاجة أحب إن أنا الناس تبقى عارفها أو الـ general practitioner يبقى عارفينها، إن في مصر حاجة اسمها اللجنة القومية لمكافحة جلطات القلب، وفي البرنامج القومي لمكافحة جلطات القلب، اللي هو دلوقتي بدل ما بندي دواء يدوب الجلطة في الوقت اللي هو بيحدث فيها، احنا بنشجع تماما ان احنا نبعت العيان ده على مكان فيه حجرة قسطرة بحيث انها تقدر تتعامل مع هذه الجلطات. يعني ايه؟ بنعمله حاجة اسمها توسيع اولي للشرايين التاجية، اللي هو بدل ما ندي مذيب للجلطة احنا بناخده نعمله primary PCI، اللي احنا بندخل نشوف الشريان، نشخص العيان من رسم القلب، طلع عنده ارتفاع في الST، مقطع الST من رسم القلب، يبقى ده معناه ان الجلطة دي هنعالجها عن طريق قسطرة القلب. هندخله القسطرة، هنعمل فيه اما هنشفط الجلطة او هنوسع الشريان اللي مكان ده علشان احنا تحاول تريستور البلاد فلو، نرجع الدم للجزء اللي حصل فيه انسداد في هذا الشريان. دي من الحاجات المهمة جدا اللي احنا لازم نبقى واخدين بالنا منها، ونحنا ما نضيعش الفرصة على المريض بتاعنا، لان احنا عارفين طبعا ان الجولدن اورز، اولا تايم از ماسل بالنسبة لعضلة القلب، الساعات الذهبية هي اول ساعات من حدوث الجلطة. كل ما الجلطة دي بتبقى بقالها ساعات طويلة، كل ما نتيجة العلاج فيها بتبقى اقل في التأثير او في المحافظة على عضلة القلب على المدى الطويل. فدي حاجة لازم كلنا نبقى عارفينها. شكرا.